ده يعني باستثناء يعني التجربة اللي صارت مع رغب علامة في الثمانينات، تقريبا أصبحت معتها ما تنجمش كيك التوأم الملتصق شاكر الموجي وجورج واسوف، هو توأم ملتصق ما ينجمش. حتى أنا شفت حتى شاكر الموجي ما ينجمش، حتى شفت التجربة متاعه كل مع الفنانين الآخرين تقريبا نعتبرهم فاشلين. واضح هو توأم ملتصق مع بعض وكهوف. أنا تمنيت وكان شاكر الموجي يقدم عمل الفاضل شاكر. فاضل شاكر اي تصور انت ثنائي زاده احساس مع احساس اخر اي آه. فاضل شاكر وشاكر الموجي تصور انا معناهاش باش يعطي الظروف خلات الثنائي هذا ما يتقبلش وهذيك هو لا وهو قلت لك راهو شاكر الموجي تعمل قلت لك في انه هو ماخذها العمليه هي بغرام فكرتني في حكيتك ام كلثوم عيطت للسيد مكاوي يا مسهرني انت لو كنت تعرف حكايتها تقلب بالضحك على اساس عيطت له عام 60 فهمتني كل اللي قالت له يا انت ما تقلق قداش متخلصني هو يفتلك عليها فهمتني هي ما تعرفوش قالت له يكفيك فخر اني انا ما مش نغني لك قال لها راهو كل عطارك اللي ناخذ من عنده هنا في القضية. في القضية تراه ما 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 ما, ما يصرفش بالفخر منش نقولوا راني ماشي لحن ام كلثوم تو يعطيني قضيتي ونروح فاخي تغشت وقعدوا 10 سنين ما تكلموش معناتها الا بعد لعبات دخلت وفهموها وبعد ولاوا اصحاب وطلعوا روح مريح كيف راه شوف خليش نقول بدنا مثل سيد مكاوي لان سيد مكاوي راه من نفس الطينه نتاع شكل موجي اي ماهوش يمارس في المدرسة الشرقية ولا وماهوش يمارس في كمهنة هي أهم حاجة شنية إنه ما هوش يمارس كمهنة هذا معناتها راهو معناتها يخدم كيف وما عندوش لا وقت وما لا عنده ما تستغربش عليه ما تعرفش عليه تلقاه في النهار في نصف ساعة يعمل لك أغنية وساعات تعطيه عامين مخه مش حاضر ما يعطيك شفتني ساعات كيما إنسان يكتب قصيدتين في نهار واحد يقعد عام تاريخ حالات صحيح هذيك هو الفنان ولازم يكون صاحب حالة صحيح يكون صاحب حالة يتعيش هالحالة هذيك وتتمخذ على عمل فني سينو العمل الفني هذيك مصطنع أمور كوميرس ساعات تسمع واحد يقولك والله عندي قصيدة عندي عامين نحب نكملها بالسيف يا أخي كيفاش تقولوا الكلام هذا تي قصيدة تكتب وحدها راي تكتب وحد كيما اللحن تحسوا يهزك اللحن وحده كاو دونك لهنا هو شاكر الموجي منين جاي الإبداع وإني حسيته نحب نقول حاجة سي نور الدين الحقيقة سمعته هو يغني في الغنية والله يعجبني أكثر من جورج أنا معك طبعا والله العظيم بالحق فريمون ياسر نعطيك وصفه سحريه نعطيك وصفه سحريه خذها بقاعده شوف اي ملحنه انطلق من اي ملحن هو على تو تفهم الروح الاصليه وبعد تفهم شنو المغني اش عمل كي تسمع عبد الوهاب يودي انا سمعت مره تسجيل تاعكم معايا بحذاه ولا الاستاذه رتبة حفني دكتوره عملاقه في مصر ورئيس دار لوبيرا المرا تقول له يا لهوي معناتها وقت عبد الوهاب على العود وانت ماك تعرفش عبد الوهاب لا مثيل له راه التسجيلات النادره اللي عصرته على العود راهو اخت هذيك 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 هي الميول هذاك الترب هذاك الترب وذاك الروح اللي مش تفهم بها الفكر وفلسفه الملحن وشنية روحه خاطر بعد راه نقول لك ديما راه يبقى التوزيع يضيع تزيين نقولوا احنا محسنات بديهية فهمتني هي محسنات بديهية ما هيش هي لا هي ماشي هي اساس لكن راهي الروح هي اساس صحيح خاطر وقت علاش احنا نقولوا احنا قبل الملوك ما يسمعوش كما باقي الجماهير لانه الملوك لوجوا على الروح ماهوش يلوجوا على حاجه ما كوميرسياليزي باش يسمعها الناس كل صحيح هما ديجا ايلون تو يحبوا على حاجه سبيسيال فيها الروح فيها الحياه فيها علاش الراجل في التاريخ معناها في التاريخ نتاعنا اللي دخل ضحكهم وبكاهم اكزاكتوم وخوخ ونومهم وخرج امتى عود معناها باش تفهم النبرات والصوت وقت اللي يلتحم مع آلة العود فهمت راهو الموسيقى العربية متاعنا كيفاش تخرج راهو كلام نور الدين يعني معناها وصف دقيق جدا فما نوع متاع حضور يخليك تركز أكثر وقت تسمع بالعود تسمع المطرب يغني والملحن
تسمع بالعود تلقى جمل أخرى وحكاية أخرى. إذا كانت دخلت فيها فرقة موسيقية باش تعطي روح أخرى. صحيح، هو كما ثم مقولة شهيرة يقولكم من لم يحركه العود وأوتاره والربيع من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد ذو المزاج ليس له علاج. الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي. أيوة مقولة شهيرة وبالحق حلوة برشا راي. من لم يحركه الربيع وأزهاره، معناه واحد يتعدى قدام جنينة ما يحسش شكل جمالية وك النوار وك الفراشات وك الطيور. ها معناه من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره، باش يسمع العود فهو فاسد المزيد. تعرفش معناه في الدواء ما فماش في الفارماسي جملة موهذية حتى رعواني ما فماش. عرفت هذه فكرتني شكل موجة مش يقول لك شكون يشبهها. عبارة أنت تخبشت البلد العربي ولقيت حانوت خربة محمود بعبد العرعار وبالشي العربي، وانت مثلا متأثرة بالمودرنيتي والبلار دونك متعدد مش تعجبك. فهمتني الحانوت ما عجبكش، ولكن الحانوت هذيك فيه روح لا مش تلقاها عند جماعة البلار ولا جماعة الرخام. او تدخل وتقعد فك الحانوت هذيك وتعمل قهوة وتقول شنو البنة ذي انا عندي ملياردوات ومش متبنة كي منها. وهذا هي نحكيوا عليها هي الروح. على شو يقولوا راي المدينة العتيقة عندها روح. لكن اللي ما عاشش فيها معناتها مشو وما تجولش فيها وما فهمهاش ما يفهمش الروح متاعها. هي الحكاية لكل امور سيكولوجية نحبه ولا نكره. راهي مش الناس السيكولوجيا الكل تفهم الفن وروح الفن. راه انسان يبدا رقيق بطبيعته يبدا احساسه وعنده ذوق اكيد يتاثر. حتى كيماني البارح كان في ضيافتي سي صفوان ميلادي اللي وجه لك تحيه وحكينا على الروح. يعني الفنان الكل روح كيما يصير. احنا اللي زاد البارح بعثت لي انت فيديو ثم العملاق مهداوي كيفاش قاعد يعمل في الكاليغرافي وعزف العود مع نسير شم. اي شفته مع نسير شام. هذا الخليط العزيز كان شرف ليلي وعندي صور مازالت موجوده. عملت معرض مع نجيل مهداوي في الحمامات مع مطربه فرنسيه وانا بآلت الناي ومعانا ما نعرفش شكون في الصور. وتعرفش اللي قعد في مخي شنو هو اللي قعد نور الدين في مخي انه نجيل مهداوي حرب الخليج دولة على العراق خذا اللي بيشان متاع المدر متاع الجنرالات الجيش قاصحة شوية المشهد فيها بالدماء متاع الشهداء العراقيين خذاها ورسم عليها الخطوط العربية. فهمت شنو نقصد؟ معناها خذاهم كيما هما وسيبلوا صدام حسين باتفاق مع صدام حسين وخذاها تقريبا يجي خمسة ولا ستة بيشان كبار ومازال موثق راهو بالفيديو وبالصورة ورسم عليهم وعمل المعرض ولي معناها اللي دعم العراق في الحمامات. سبحان الله الفنون المتداخلة هذيك هي. نرجع ديما نقولوا كل لابيرانث هذيك هي المتاع الفن الموجودة في روح كل إنسان. التداخل الفنون موجود حاضر الموسيقى الكاليغرافي الفنون زاد في بعض الحالات نجم تتوظف توظيف يتكامل مع الروح هذيك. وفي بعض الحالات تلقى ساعات توظيف يخرج على نصها. صحيح ساعات انت مثلا يجي يوظف الفيديو كليبات تلقاه الغناية في واد والفيديو كليب سيناريو متاعه في واد اخر ما تنجحش الغناية. او كيما حكينا المرة اللي فاتت تلقى النص في شيرة واللحن في شيرة اخرى. معناها تلقى النص يحكي على يحكي في موضوع معين وتلقى اللحن يودي اللحن راي كيما فما الخليل ابن احمد في البحور الشعرية فما مقامات زي ما تتلائم مع نسمع ساعات فريد لطرش ولا تسمع محمد الوهاب يعني ما غير فيديو كليب وقت اللي تسمع اللحن وتسمع الكلمات تقارنهم تلقاهم قد صحيح. وهذاك وين يكون الإبداع متاع الفنان ويكون إتقانه في أداء الرسالة متاعه. سي نور الدين تحب تعقب على كلام نسمع غنية تحب تسمع غنية أنت شارح للأغاني الحقيقة نوا شارح عندك شاهية كقوية للأغاني متاع جورج واسوف وشاكر الوجي مش نعدي ومش نعدي وجورج واسوف بتعاتبني على كلمة يلا